جزيلا لوزارة الدفاع بجهود قيادة عمليات البصرة، حقق الأمن بهدوء تام، طبعا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في محافظة البصرة. الحمد لله والشكر، يمكن هذه المباراة الثانية. شكرا لجمهور البصرة وشكرا للقوات الأمنية اللي حافظت على أمن هذا الجمهور واستطاعت أن تخليه يحتفل بالطريقة اللي ينقل صورة حضارية عن العراق. كانت قادة العمليات هي المتصدية لموضوع تنظيم كل الوضع الأمني للفرق اللي تزور العراق وجمهورها، وأيضا فرقنا الرياضية بالإضافة إلى جمهورنا وملعبنا. ولولا هذه الجهود مع جهود الأخوان في الدوائر المؤسسات الأخرى الأمنية وغير الأمنية، أكيد ما استطعنا اليوم أن نصل إلى رفع هذا الكل عن الملعب. هي جهود تضافرت وأتمنى إن شاء الله تستمر، لأنه لازلنا إحنا في بداية الطريق. اليوم حقيقة شاركت كل القطاعات الأمنية في هذا العرس الكبير. حقيقة لم يكون هناك أي حادث يذكر، كان هناك فرحة كبيرة. حقيقة كل الجهود كانت مثمرة، وكل الإداريين والمحافظة وقيادة العمليات كان لها الدور الكبير في استقبال أهلنا وأخوتنا الأشقاء، سواء كانوا الوفد القطري أو السوري، وإن شاء الله مباراة جديدة أخرى. يعني مباريات أولى بالنسبة لدعمهم للمنتخب العراقي على أرضهم، أعتقد يعني شيء أنا كنت سعيد بنفسي، يعني حتى لما كان المنتخب العراقي يسجل أحس بالبهجة يعني. فلا بصراحة الأجواء رائعة والمباراة حلوة.